السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟ احمد اليك الله. احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. والله شيخ انا كنت عايز اسالك سؤال بس. لو انا دلوقتي شغال مثلا شغلانه وجي واحد عرض عليا مقاول اعملها وهيديني مثلا 5 قروش، فانا جبت صنايعي ايه وقلت له انا هديك في الشغلانه دي قرشين او 3، وانا القرشين دول طلعوا لي، ده في حرمه عليا؟ يعني اذا كنت اتيت بالعامل وانت المشرف وانت المتحمل وانت المسؤول عن الكفاءه في العمل لا باس بهذه الطريقه لانك مقاول. ما دام هو راضي خلاص. لكن يكون بنفس، لكن انا صاحب البيت اتيت بك لمهارتك. نعم. اذا كنت انا مثلا صاحب البيت وقصدتك لمهارتك وعلمي بقدراتك الفنيه فاتيتني بشخص هزيل ضعيف في العمل لا يجوز إلا إذا كان على نفس الكفاءة المتوقعة والله أعلم.